بين الشوطين لنا لقاء مع الأستاذ شيبان الصيعري رئيس نادي شرورة. حياك الله في محافظة الوجه. الله. أعتقد أن هذه أول زيارة لكم في الوجه. الله يحييك ويبقيك. وبالفعل أول زيارة لي بالوجه، وما شاء الله تبارك الله منطقة ساحلية، وإن شاء الله لما تكون آخر زيارة كنا زيارات إن شاء الله متعددة إن شاء الله ما شاء الله تعالى. إن شاء الله اليوم ما شاء الله في الشوط الأول متقدم نادي شرورة على القاضي 3-0 الشيء ما شاء الله تبارك الله. كما شاهدنا النادي ما شاء الله الفريق ما شاء الله مستواه عالي جدا. طيب الآن بسأل عن مستوى أو أفضل بطولة حققتوها على مستوى نادي شرورة خلال الأعوام الماضية، يعني والله منافسات النادي. اللهم لك الحمد والشكر. طبعا منافسات النادي، النادي يعني توه أول، طبعا ما أخفيك النادي ثاني سنة له الآن بدوري الدرجة الثالثة ما شاء الله. السنوات الماضية كان منذ أن تأسس 1396 هو بدوري المناطق. نعم. صعدنا العام الماضي لعبنا الدوري الدرجة الثالثة، وهذه سنة ثاني سنة لنا في دوري الدرجة الثالثة، وإن شاء الله نطموح أعلى ما شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لاعتماد النادي شرورة على هل في لاعبين من خارج محافظة شرورة؟ يعني والله السنة هذه اعتماد نسبة 70% 80% لعيبة خارج المحافظة. خارج المحافظة. نعم. وبالنسبة للمدرب الطاقم الفني. المدرب والله الحمد لله ثاني سنة معنا. مدرب سيفيه كويس وكان معنا السنة الماضية وقدم مستويات طيبة. جنسيته؟ مصري. مصري. عرفة زهران. ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للنادي يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى ثم الدعم من وزارة الرياضة، هل في دور لرجال الأعمال في الدعم الكبير؟ طبعا نحظى به مثل ما تحظى به جميع الأندية المملكة من الاتحاد السعودي ومن وزارة الرياضة، ورجال الأعمال وأبناء المحافظة ما شاء الله تبارك الله ما يقصرون مع الفريق كلاً وحسب جهده وهمته، وليجي منهم خير وفير. اللهم الله يوفقكم. في نهاية اللقاء حياك الله مرة أخرى في محافظة الوجه. أنتم عروس الربع الخالي وحنا إن شاء الله عروس الشمال الغربي. الله يحييك. والرياضة تقرب المسافات. الله يحييك. تحياكم الله وجميع الأعضاء مجلسكم. والله شرفنا بالزيارة هذه، وأكبر مكسب لنا معرفتكم قابلتكم قابلة الأخوان عيد الجهني والأستاذ محمد الشريف متواصل معنا بالجوال رغم عدم حضوره خارج المحافظة، والله يبيض وجهكم جميعا. الله يحييكم تمناتي للفريق الشرورة بالتوفيق ان شاء الله. والفائز نقول له مبروك أكيد. ما فيه ان شاء الله خاسر ما في صادق. الله يحفظك. كلنا انديه وطن. الله يحفظك.